احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من برنامجنا الاسبوعي في مثل هذه الساعه المباركه من كل اربعاء، البيوت الامنه. نحن وغيرنا يشكو من هذا الضجيج وهذا الصراع الفكري والتلوث السمعي والبصري والشجار والعراك والعنف داخل الأسرة وخارجها، في البيت وفي المدرسة وفي المؤسسة وفي الشارع وفي الأماكن العامة والخاصة. ما الذي جعل الجميع يشتكون من أن الرفق قد تبخر؟ أولا، دعنا يعني دعونا نتدارس اليوم يعني كيف نعود إلى الرفق في التعامل مرة أخرى. الكل الآن مستثار لأن يهجم أو يهاجم غيره، والكل سبحان الله عنده استعداد نفسي عجيب واستعداد فكري أعجب على أن يبحث عن عيوب الآخر فيبدأ في الهجوم عليه أو الترصد لإيجاد ثغرة، وكلنا ثغرات، أو إيجاد عيب وكلنا عيوب، أو إيجاد خطأ وكلنا خطأون. فالبحث من كل واحد منا عن أخطاء الآخر وثغرات الآخر، هذه يعني بصراحة يعني تملأ الإنسان أسى وحسرة. إذا كان الغير عنيفا فوجب على المسلمين أن يكونوا رفقاء، إذا كان الغير متعديا فوجب على المسلم أن يكون مع أخيه المسلم مسالما، إذا كانت البيوت في الغرب تنهار فكان من الواجب على بيوتنا نحن في البيئة المسلمة والبيئة العربية ألا تنهار بل تكون شديدة. لأن كارثة العنف هو أنه يعني يفقد الإنسان أهم طاقاته. أهم طاقات الإنسان هو القدرة على إدارة المشاعر. إدارة المشاعر فن من الفنون، لا يستطيع كل واحد منا أن يديره إلا بالرفق. فعندما يصير الإنسان عنيفا عصبيا متوترا لا يستطيع أن يدير دفة المشاعر، فيعني يغلظ في الساعات التي يجب أن يكون فيها ودودا، ويشتد في الوقت الذي يجب أن يكون فيه حليما، أو يضعف في الوقت الذي يجب أن يكون فيه قويا. وهذه البنت الصالحة التي قالت لأبيها لما رأت قوة موسى عليه السلام في أن سقى لهما وتولى إلى الظل، ورأت أمانته في أنه يحافظ على الحرمات، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن في منحى عجيب ربما يعني كلنا يعني يركز عليه أو يأخذ باله منه، ولكن أحيانا نتناساه، وهو أن العنف في بيوتنا يبدأ من مع الطفل الصغير، يبدأ من الطفل، والطفل الذي يعني يواكب الشاشة، شاشة التلفزيون باستمرار، يتولد داخله عنف عجيب. وإذا كان البعض يقولون إن عزكم الله السجن هو جامعة الجريمة، فإن الشاشة الصغيرة هي المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. يعني العنف الموجود عند أبنائنا وعند بعض من بناتنا، ثم بعد ذلك لما يكبروا عند الأزواج والزوجات، ناتج من هذا المنحى، وهو الجلوس والمكث أمام التلفزيون. عملوا يعني بحث علمي رهيب جدا خطير، وجدوا أن التوتر الموجود عند الأولاد الصغار من البداية، وبالذات بداية عمر الأحداث، أن وجود الولد أمام اللعبة أو أمام ما يقولون عنه البلاي ستيشن، أن يعني دي تولد عنده يعني حالات تشنجات عصبية،
وتصيب الخلايا الدماغية بأشياء عجيبة. لعلنا نذكر هذا البطل السوفيتي في الشطرنج المحترف أن من كثرة التفكير مرة في أحد المباريات سال مخه من أنفه في التركيز. فتخيل أن الولد جالس أمام ما يسمى البلاي ستيشن، ونحن لأن هذه لعبة يعني مستوردة لنا أو فكأننا نحفظها كما هي، لكن لو توقفنا عند الترجمة العربية سواء الترجمة الحرفية أو معناها يعني هي محطة اللعب بلاي ستيشن أو محطة اللهو. أنا أتخيل أن جد أبي مثلا أو جد جدك مثلا وأنت جالس أمام الشاشة الآن وقيل له هيا يا جدي لنجلس أمام أو نذهب إلى محطة اللهو، يعني بالله عليك يعني كيف ينظر إلي هذا الجد؟ يعني بالله عليك يعني ولدي وحفيدي يذهب إلى. فتخيل أنت الولد قاعد عدة ساعات مركز أمام شاشة وتولد فيه هذا العنف. يعني جمع بعض الباحثين في بلادنا العربية محتوى بسيط جدا عن 100 قناة عربية. نحن ندعي أن الآخر يكرهنا وأن الآخر يصدر لنا وأن لا. طيب ونحن جمعوا 100 قناة فضائية عربية في خلال أسبوع، عرضت عليها أكثر من 300 جريمة قتل سواء مسلسل أو حدث أو غير. 300 جريمة قتل سبحان الله، 30% منها والعياذ بالله يعني جرائم يعني يندى لها الجبين من ناحية الخلق سبحان الله. ثم وجدوا أن 96% منها عبارة عن المشاهد يشاهد عنف جسدي، و 58% عنف مدمر إما بهدم مبنى أو بهدم. كل هذا يتولد داخل الإنسان دون أن يدري ويدخل في الإحساس الداخلي وفي عقله الباطن، فتأتي تصرفاته يعني بشيء أغرب من الخيال. بل بالعكس ده هناك ما هو أخطر من هذا. بعض من أبنائنا الباحثين أمدوني بإحصائية أغرب من الخيال، ركزوا على فضائية عربية واحدة معينة، فضائية عربية معينة، وجدوا الآتي على هذه الفضائية. وجدوا أن كل 8 ساعات على هذه الفضائية كل 8 ساعات فيه 114 حالة عري جسدي، يعني نساء كاسيات عاريات أو نسيت إحداهن أن تلبس ثيابها. 114 حالة عري باللباس على مدى 8 ساعات. فعمل إحصائي وجدوا أن على مدار اليوم 342 حالة، على مدار الأسبوع أو على مدار اليوم على مدار الشهر 10,042 حالة، على مدار السنة وجدوا 100 يعني الإحصائية دي تساوي 123 ألف حالة و300 أو 120 سبحان الله. يعني 123 ألف حالة عري، كأن يرتكز في عند البنت الصغيرة المراهقة وعند الولد الصغير هذه الصور لهذا العري على مدار الايه مدار العام. هذه الفضائية اختاروها يعني كده فضائية من باب العشوائية كده عشوائيا من باب الاختبار، يعني وجدوا ان حالات رؤية كؤوس الخمر وزجاجات الخمر في هذه الفضائية وهي تعرض كل 8 ساعات 41 حالة، أن يرى المشاهد من الصغير إلى الكبير 41 منظر للخمر والعياذ بالله. ففي اليوم 123 منظر للخمر، في الأسبوع 3,690 حالة، فعلى مدى الشهر على مدى السنة 44 ألف حالة وأكثر، مجرد أن يرتكز أمامه فتصبح هذه المناظر بالنسبة له طبيعية. فلا يعني لما يقرأ في القرآن نحن نطلع ربع ساعة ونصف ساعة في فضية من الفضيات نتكلم وبعدين تزول مع الأحداث الجسام التي تحدث بعد ذلك. الأوضاع أو الأشياء التي لا أستطيع أن أذكرها على الشاشة لحيائي وحياء المشاهدين والمشاهدات، هذه الأوضاع كل 8 ساعات تعرض 4 حالات، ففي الأسبوع 12 حالة، في اليوم 12 حالة، في الشهر 360 حالة، في السنة 4,320 حالة يندى لها الجبين، فتصبح هذه المسألة عادية بالنسبة للكثيرين. في هذه الفضائية أيضا هي فضائية واحدة يعني عشان الاختيار،
المراقص الليليه تعرض كل 8 ساعات 29 حاله. لما ناتي الى اخر السنه لدي 31 الف حاله وزياده هي عباره عن حالات المراقص التي يرى. اما مساله العنف والقتل حالتين كل 8 ساعات على مدار اليوم 6 حالات، على مدار الاسبوع 160 او الشهر 180 حاله، على مدار السنه 2160 حاله قتل سبحان الله. اما حالات الرعب فوجد ان كل 8 ساعات تعرض 4 حالات نفس القضيه، 12 حاله في اليوم، 360 حاله في السنه في الشهر، 4310 او 70 حاله في السنه. اذا لما يرتكز عند الولد، احنا نتحدث عن فضائيه واحده، اذا كيف ياتي الهدوء النسبي عند الاولاد حتى يكبر ونحصل على زوج صالح وزوجه صالحه؟ وبعدين في احصائيه رسميه من 3 دول عربيه من جهات حكوميه مسؤوله، يعني واخترنا 3 دول عباره عن دول كلها عزيزه لدينا، في المملكه العربيه السعوديه، في مصر، في الجزائر. الداخلية السعودية تقول ان في 45% من الاطفال يتعرضون للايذاء، واكثر من حالات انفصال الزوج مع الزوجة. هذه تقارير وزارة الداخلية السعودية. في مصر مركز قومي للبحوث الاجتماعية، وهذا مركز معتمد في احصائياته، في علماء اجلاء وزملاء فضلاء، يقولون ان في 71% من الازواج معتدين على الزوجات، سواء بـ 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 منهم 37 حتى 37% منهم اخوة على اخوات، اعتداء سواء بالضرب او بالايذاء او باي صوره من صور العنف سبحان الله. في شقيقتنا الجزائر ان نصف نساء الجزائريات، هذه تقرير الحكومه، يتعرضن للعنف سواء اللفظي او الجسدي او النفسي. فلما يكون هذا في بلادنا كمسلمين، كيف نعرض اسلامنا للغير؟ طيب نحن نريد زوجا هادئ الاعصاب ونريد زوجه هادئه الاعصاب، كيف؟ يجب ان ننظر اول ما ننظر الى الاولاد. الاولاد احيانا ينقصهم حنان الاب والام، فعند عدم تقبيل الولد او البنت من الاب والام واحتضانهم، يرسخ في ذهنه مسألة القسوة وردود الافعال العنيفة. يبدأ الولد يرسب في ذهنه مسألة ان يكون قاسي في المستقبل دون ان يدري، او يكون متوتر سبحان الله. وبعدين عدم الاهتمام به وعدم الاصغاء اليه. ولذلك اعملوا تجربة، انظروا الى العائلة لما تجتمع، الاعمام والاخوال او العمات والخالات واولاد العم واولاد الخال مثلا، ويجلس بينهم اطفال، 5 اطفال من عمر 7 سنوات مثلا الى 15، خلاص، وانظروا الى مساحة الوقت التي سبحان الله يعني يؤذن فيها لهؤلاء الاطفال والاحداث للحوار والحديث. يعني كم من المساحة نترك لهم من الوقت ان يشاركوننا حوارنا، يعني كم مساحة؟ مساحة ابدا لا ينظر اليهم ولا كانهم جالسين. يتكلم الكبار عن العولمة وعن الازمة الاقتصادية وعن كذا، ولا يشارك هؤلاء، فبالتالي يمل الاولاد من المكث مع الكبار، ويأنف الكبار ان يهبطوا الى مستوى الصغار، مع ان صغارنا سبحان الله من 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 سن 10 و15 قد يفهمون في امور اكثر منا. وكان علي فقيه علم النفس وفقيه التربية رضي الله عنه أبو الحسنين يقول: ربوا أولادكم على زمانهم لا على زمانكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. فقضيت أن الأطفال سبحان الله دائما أيضا تجد أن بعض الأمهات عصبيات في التربية، فتشتم الولد وتسبه وتتعدى عليه بأن دائما تقول أنت غبي، أنت شيطان، أنت شقي، أنت كذا، فيرسخ لدرجة أن الولد يبقى له سمت في البيت، أو البنت يبقى له سمت سيء في البيت، فبالتالي يبقى هو متمرد منتظر أي نوع من التمرد أن يرد التهمة عن نفسه، أو يرد التهمة على أبيه أو على أمه أو على أخيه الأكبر أو أخته الكبرى. مع أن من الواجب قبل أن ننصحه وقبل أن يعني نوصفه وصف سيء، لابد من وصف الولد سبحان الله
وصفا جميلا بأخلاقياته. أنت ما شاء الله محافظ على الصلاة، أنت ما شاء الله تنظف أسنانك أولا بأول، أنت ما شاء الله المدرسة لا تشكو منك، أنت ما شاء الله سلوكك طيب، كل الجيران والأهل يعني سبحان الله يعني يثنون عليك بالخير. وبعدين نعطيه النصيحة مغلفة، ولكن بعد سبحان الله بعد أن يعني نوضح له الايه المسألة الطيبة. لكن كثيرا من الاباء وكثير من الامهات عندهم اللوم المستمر للطفل، وبالتالي هذا الزوج او هذا الطفل لما يكبر ويصير زوجا يبقى عنده لوم مستمر لزوجته، والزوجة نفس القضية، البنت الصغيرة كلما تلام كلما تلام وتوبخ فتكبر اما متعدية على زوجها وعلى أولادها، فبالتالي هي لا تعرف سبحان الله العظيم يعني لا تعرف أبدا كيف تتعامل بالرفق وكيف تتعامل بالهدوء. إذن أنا أريد أن أقول أنه وجب علينا ألا نهمل الطفل. كيف لا نهمل الطفل؟ أول شيء أن هناك اسمه العتاب الرقيق. يعني إيه عتاب رقيق؟ قال أنا عايز أعاتب طفلي على مسألة خطأ عملها في المدرسة أو في البيت أو مع إخواته، أنا أجلس معه وعندما أجلس معه يعني أنت تجلس أمام الشاشة الآن لتنتظرني لأعود إليك بعد الفصل إن شاء الله كي أقول لنفسي ولك كيف نتعامل مع أطفالنا حتى نربي فيهم الرفق ونزع منهم العنف ويعود الرفق مرة أخرى إلى البيت فيهدأ ونستطيع أن ننتج خيرا. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتكلم عن الرفق وما أجمل الرفق. دائما يعني نريد للأسف أن ننقل ما في عقولنا إلى عقول أطفالنا وصغارنا وأحداثنا، ولا يعني وننسى أننا كنا كذلك كنتم من قبل، يعني كنا أطفال وكنا أحداث، لكن نحن نلقي أن لابد أن يكون الولد ملكا مطهرا لا يخطئ لا يتعدى لا يكسر لا يحطم لا يشاكس. الله، ده بالعكس، اذا كان الولد هادئا في البيت يجب أن يعرض على طبيب، يعني هادئ يعني هدوء، هناك هدوء خطر، هناك هدوء في برود في العواطف لا يتفاعل مع البيت وأفراد البيت، هذه كارثة كبيرة. ولكن أنا أريد أن أقول أنا أريد أن أنصح الطفل أو الحدث. العلماء يقولون يجب أن يعني أجلس بجواره، يعني لا أجلس مؤنبا، لا أجلس أنا وأوقفه أمامي، حتى قالوا إن لو أردت أن تعاقب الطفل على عمل خطير عمله يعني ممكن تجلسه على كرسي بدون أن تعطيه أي غرض يتسلى به منفردا يعني، وهذا الجلوس يعني على مقدار عمره، يعني إن كان عنده مثلا 6 سنوات وأخطأ مع أخيه الصغير وأختي الكبرى أو أخيه الأصغر أو أخيه الأكبر يجلس عن كل سنة دقيقة، عنده 6 سنوات يجلس 6 دقائق لا يتحرك، يمنع من الامتيازات، يعني لو في امتيازات معينة سبحان الله لا نلبي له كل رغباته عندما يتعدى، ولكن لا داعي لتوبيخه باستمرار. التوبيخ المستمر يعني كما يقولون لابد قبل التوبيخ والنص هناك شيء يسمونه الانذار المبكر. ما في انذار مبكر، في أسلحة انذار مبكر، وانت مع طفلك وولدك يجب ان يكون هناك انذار مبكر. كيف يكون هذا الانذار المبكر؟ يعني نعطيه يعني الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. وبعدين الولد اصلا عنده خزن للسلوكيات، نحن لا ندري ما الذي يحدث له طوال الوقت المدرسي، يعني يروح الساعة 7 ويعود إلينا 3، يعني هذه الساعات 8 أو 9 سبحان الله، أنت لا تدري ما يختزن في عقل الولد عقل البنت من الزملاء ومن الزميلات ومن المعلم ومن الإطار المدرسي. فأنت عندما ترى أن الأطفال مختلفين، في ولد عنيف بطبيعته، في ولد هادئ بطبيعته، في ولد عاقل وراسي، في ولد قنوع، في ولد متمرد، هذه يعني مش كل الأولاد يعني أصابعي ليست يعني لو تساوت أصابعي ما استفدت منها، فلابد أن يكون الأولاد أيضا عندهم هذه الملكات المختلفة. لماذا ننكر نحن هذه الملكات؟ يجب أن لا ننكرها، ولذلك نتعامل مع كل طفل سبحان الله يعني بالأسلوب الذي إيه الذي نراه مناسبا له. ولذلك نحن عندما نرى أن الولد عنيف يعني يدخل غرفته فيصفق الباب خلفه أو يعمل ضجيج في البيت أو يكسر في الأشياء أو يخرب في الأمور، هذا يجب أن نحتضنه وأن نبحث عن العقدة التي عنده. هل من رؤية المسلسلات الكرتون التي تدل على العنف، احتلال مش عارف الكواكب والخيال العلمي، فالولد يكون عنده مستنفر لصناعة الشر، ثم
هو يرى عنف ابيه مع امه اساسا، يرى ان الرجل صوته مرتفع او المرأة متسلطة في البيت. فاحيانا الاولاد يعني يرهبوا جانب الام ولا يرهبوا جانب الاب، هنا في خلل، في خلل. والمرأة العاقلة التي توازن بين الايه، بين الامور، والرجل العاقل والذي يعطي مساحة للزوجة، يعطي مساحة للبنت الكبرى، يعطي مساحة للاخ الاكبر ان يعينوا في التربية. وفي دولة اوروبية مثل اسبانيا وجدوا ان 39% من الشباب المنحرفين تعلموا هذا الانحراف من افلام الخيال العلمي وافلام الافعال العجيبة، الاكشن، مش عارفه الحاجات زي دي، فيترسب في ذهنه. وكم من يعني جرائم لما قبضوا على الاحداث وسألوهم ما الذي، كيف تعلمت انك تفتح خزانة البنك، كيف تعلمت انك تحرق البيت، كيف تعلمت انك تضع السم لفلان او تميته بهذه الطريقة، ففوجئنا او فوجئ المحللون النفسيون، فوجئوا بان هذا تعلم من الافلام والمسلسلات. اذا انا اريد ان اقول لماذا لا يتقي رب العباد سبحانه وتعالى مخرجون واعلاميون في اولادنا؟ لان البعض يهدم ما يبنيه الاخرون. الاعلام، الاعلام هادف، اعلامنا هادف بفضل الله، ويجب ان يكون هادفا ولا يجب ان يكون مدمرا، ويجب ان يعين بعضنا بعضا، لان يد واحده لا تصفق. نحن جميعا يجب ان نكون فرقه عمل، الاب مع الام مع المدرسه مع المعلم مع اداره المدرسه مع وزاره التربيه والتعليم مع العلماء الخطباء الوعاظ علماء النفس الاعلاميين الصحفيين، يعني كلنا، يعني لان الازمه عندما تاتي او الكارثه عندما تاتي سوف تاتي على 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 الجميع. لكن انا اريد ان يقدم احدنا الهدوء او الرفق، يبدا من البيت. كيف؟ اولا انا لو سالت لماذا هذا العنف في البيوت اساسا، اذا سالت الرجل ربما لا يصلي مثلا ولا يؤدي زكاه ماله، لكنه يضرب زوجته. وعندما تساله لماذا ضربتها يقول قال ربنا واضربوهن. هو لم يعجبه ولم ياخذ من القران الا واضربوهن، هو لا يعرف القضيه ولا يعرف اساسياتها، سبحان الله. والزوجه في نفس الوقت ربما تسمع لمآسي صديقاتها ممن يقعن عليهن العنف في بيوت غير سوية وبيوت غير طبيعية. ولذلك أنا ما زلت أؤكد أنه مع الكشف الطبي على المتقدم للزواج والمتقدمة والمتقدم إليها للزواج يجب أن يكون هناك تحليل نفسي. لابد. نحن إلى الآن بعض من أسرنا وقبائلنا وعائلاتنا العربية ذات البيئة العربية ترى أن الذهاب للطبيب النفسي يعني أنا مجنون. اذا ذهبت للطبيب النفسي هذا معناه ما، كيف يعني؟ وانا عاقل، انا منضبط، انا اعقل الناس كلها، هكذا يقول للاسف كل مريض نفسي. فيجب ان الطبيب النفسي يستطيع ان يقول هذا الشاب يصلح ان يقيم بيت، هذه البنت تصلح ان تقيم بيتا. لكن بنت عندها خلل في التركيبه، خلل في العقل، عندها نشاط زائد أو, 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 أو أفكار عجيبة، أو ولد سبحان الله جاب عقد أبيه وجده وعمه وخاله ويريد أن يركزها على ويطبقها على بناتنا في البيوت، ونجد حالات الطلاق في السنة الأولى أغرب من الخيال. أكثر الحالات التي تأتيني منذ الخمس سنوات الأخيرة من الطلاق للأسف وأنا أصلحها هي حالات طلاق تقع بين الزوجين لم يمر على زواجهما ثلاث سنوات، يعني مش مرة 10 15 20 بعد ما خبر كل واحد التاني، ثلاث سنوات. يمكن ربما هناك بعض الاخلاقيات التي لم يكتشفها طرف في الطرف الاخر. فاذا لابد 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 ان 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 نحيل الامر الى حلول. طيب انا اذا سألت كيف نحل هذه المسألة، يعني كيف يعود الرفق الينا مرة اخرى؟ اول شيء التأهيل الشرعي. يعني ايه التأهيل الشرعي؟ يعني نفهم ثقافة الرفق، ثقافة الحوار. ما نراه على بعض الفضائيات العربية ليس ثقافة حوار، إذا جاء محاور ومحاور معارض كان ثالثهما المذيع المقدم، سبحان الله، ثالثهما، فهذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته وهو يسخن المسألة. هذا ليس أدب حوار، هذا لا نعلم أبناءنا كيف نتحدث. أحيانا تجلس في مثل هذه البرامج لا تستبين على مدى 10 دقائق متواصلة ما يقوله هذا وما يقوله ذاك. لماذا؟ لأننا ما تربينا في بيوتنا كيف أعرض وجهة نظري والآخر ينصت
ولذلك يجب أن نعلم أبناءنا وبناتنا إذا تكلم أحد أفراد الأسرة وجب أن يصمت الجميع. للأسف الشديد ما الكارثة الكبرى التي تقع؟ أن الولد إذا أراد أن يتكلم اسكت يا ولد، يعني أبوك يريد أن يتكلم، لا لا دع الولد يتكلم طالما أنه أخذ زمام المبادرة أولا، دع البنت تتكلم، دع الزوجة تتكلم طالما أن كل واحد له الحق في أن يعرض وجهة نظره، ولكن بهدوء ليس بصوت مرتفع، وليس بما أراه أنا هو الحق وما تعرفه أنت هو الباطل. يعني على طريقة الديمقراطية العربية، أن الديمقراطية أن تقتنع بما أراه أنا، لا هذه مصيبة. كيف أنا تقتنع بما أراه أنا؟ الفرعونية مرة أخرى، ما أريكم إلا ما أرى، لا هذه لا. نحن نريد أن نشيع في بيوتنا ثقافة الحوار وثقافة الرفق وثقافة الهدوء في التعامل وثقافة تلقي الـ 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 الأخبار أو الآراء بصدر الرحب. ولذلك أنا أرى والله أعلم أول الحلول أن بعد ما ننشر وعي الـ 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 كيف نتحاور وكيف يرفق بعضنا بعض، نتعلم من ديننا البر بالوالدين، رعاية الزوجة، إكرام الضعيف، عيادة المريض، رعاية المعاق الذي له ظروف خاصة. سبحان الله العظيم، يعني يجب أن ينبع من إنسان يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى. نحن يجب أن لا تكون بيوتنا كبيوت العنكبوت، فيها أسرارنا خارج عن العنكبوت، يظن أنه يسكن بيتا وهو لا يسكن بيت، إنما هو ظاهر لنا جميعا. فأسرار البيت لما تخرج بره زي تماما كبيوت العنكبوت سبحان الله. فيجب أن نراعي أو أن نوضح لأنفسنا أنه يجب أن تكون لبيوتنا أسرار، ويجب أن تكون لبيوتنا أيضا عدم تعدي على طرف على طرف، لأن أنثى العنكبوت تقتل ذكر العنكبوت، وهذه أوهن البيوت كما قال ربنا في سورة العنكبوت. فلماذا لا تعود إلينا صفة الرفق مرة أخرى؟ وما الذي يضيرنا في أن يرفق بعضنا ببعض حتى ترفق بنا ملائكة الرحمة وتكتب لنا حسنات على الرفق؟ وما دخل الرفق في شيء إلا زانة، وما دخل العنف والجبروت في شيء إلا شانة. نسأل الله أن نكون رفقاء بعضنا ببعض، ولكن كونوا رفقاء بي، وانتظروني إن شاء الله بعد الفاصل حتى نعود إليكم مرة أخرى ونحن نتحدث عن الرفق وأهل الرفق. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع البيوت الآمنة. ونحن نريد أن نعيد هذه البيوت مرة أخرى إلى الرفق والهدوء في التعامل. وتستطيع أن تحكم على أي بيت، حتى عندما تريد أن تصاهرهم وتذهب إليهم، إذا رأيت صوت الرجل خفيضا وصوت المرأة منخفض وصوت الكبير والصغير، تعرف أن في هذا البيت رفق وهدوء. أحيانا في ناس أصواتها مزعجة مرتفعة، ترتفع وتريد أن تغلب من أمام ولا تترك يعني مساحة للحوار، كبعض يعني كأنه يتقمص شخصية المذيع العربي. المذيع العربي في 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 كثير من البرامج لا يعطي فرصة للضيف أن يتكلم ويرى أراء. يبدو أن من الرفق أيضا أن نرفق بمشاهدينا ونبدأ في تلقي الاتصالات. علاء من النرويج، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا سيدي؟ مرحبا، بارك الله فيك، أهلا وسهلا. الله يرضى عليك، بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. فيكم يا رب يبارك فيكم. الله يرضى عليك. دكتور عمر، إيش نصيحتك للعرب المهاجرين اللي عايشين في أوروبا وتربية أطفالهم في أوروبا أو أمريكا، وخاصة لهم قوانين غير عنا في بلادنا العربية والمسلمة في تربية الأطفال، ما يسمى بحقوق الطفل، ممنوع ضرب الطفل، حقوق الطفل عندهم يصل في بعض الأوقات لتعدى حقوق الآباء. طيب، ما نصيحتك لنا يا دكتور في كيف تربية أطفالنا على التربية الإسلامية قدر المستطاع؟ بارك الله فيك، وجزاكم الله، شكر الله لك خير. شكر الله لك، بارك الله فيك. أخ عبد الحافظ من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، طيب ورحمة. مرحبا مرحبا. قبل كل شيء أنا أحب أقول لك أحبك الله عز وجل. أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك. اللهم آمين شيخي. أسألك عن مدى صحة الحديث طوبى لكثير العيال ضيق اليد، يدخل على أهلي مسرورا ويخرج مسرورا، أنا منهم وهم مني. الله بارك الله حاضر. ما صحتها في يا شيخ الله يحفظك. بارك الله فيك. بمثل ما هذا المعنى. بارك الله فيك، نعم. شكر الله لك. شكر الله لك. أخ عبد الغني من أبو ظبي، السلام عليكم. أيوه. السلام عليكم. يبدو انقطع الاتصال. حاول يا أخ عبد الغني مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله.
طيب الى ان ياتي الاتصال. الاخ علاء من النرويج، والله اعان الله ابناءنا واسرنا ويعني المقيمين في خارج ارضنا المسلمه العربيه على قضيه تربيه الاولاد هناك، لان هناك حقوق طفل، بحيث ان يعني اذا ذهب الولد ليشكو من ابيه او امه بانه رفع صوته عليه او مد يده عليه او الى اخره، فتقلصها كما يقول ابننا علاء من حقوق الاب والام. ماذا يصنع هذا؟ طب ناخذ الاتصال الاول وبعدين نعود الى علاء مره اخرى ان شاء الله. رنا من ام القوين. السلام عليكم. والله نحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك. خفضت صوت التلفزيون شويه رنا. بارك الله فيك. والله متابع برامجك كلها. الله يرضى عنك. نفسي اسالك اذا في مواضيع هيك يا ريت تساعدني فيها. لا من مره اخرى، ماذا قلت من الاول؟ اذا بقدر اخذ رقمك احكي معك في مواضيع يعني. والله الرقم كل الارقام موجوده على صفحه الانترنت الخاصه بي وفي الاستوديو موجوده. اخذت واحد من النت ما عم بترد. لا والله من التاسعه صباحا حتى الخامسه بعد العصر موجود ان شاء الله للرد، وهناك فريق عمل باذن الله ان شاء الله. اهلا وسهلا اخت منى من هولندا. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال مختصر أرجوك. نعم. أنا تزوجت من سيد وأعطيته بيتي ومالي وكل شيء، وطلبت فقط السترة والحلال والرفقة به هو بالرفقة بي، ولكن كان دائما يستغلني ويستغل مالي ولا يعمل ويبقى دائما نائما. صبرت وهل انا في بطني جنين منه. طيب. وقررت ان اخرجه من بيتي. طيب. فاخرجته وقررت ان اعيش حياتي لابني ان شاء الله. أيوة. ما رايك في قراري؟ طيب وهل حدث الطلاق ولا حدث الاخراج ولا لسه ما خرج بعد؟ لقد قلت له ان يطلقني واخرجته من بيتي وذهب متى اسبوع لحد الان ولم اره من نهائيا. طيب اجيبك من حاضر ان شاء الله. ام عمر من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا بنتي، تفضلي. اثرت يا فضيله الشيخ نقطه مهمه عن الافلام الاجنبيه واثرها في تربيه الاطفال في البلاد الاجنبيه. نعم. للأسف في أفلام عربية تؤثر في أطفالنا وشبابنا وتربيتهم ولا يجب عرضها على الشاشة العربية، وعندما نسأل المخرجين والمنتجين عنها يقولون أنهم يعني ينقلون الواقع وهذا يؤثر على شبابنا وتربيتهم وعلى بيوتنا العربية والإسلامية. مع العلم ممكن معالجة هذه الأمور عن طريق برامج مثل برنامج الشيخ يعني حضرتكم يعني. نعم بارك الله فيكم. طيب. ممكن يعني مثلا تفهمنا كيف ممكن هاي الأمور. نكلم بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. منى من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا يمكن موضوع بدي أحكي لك يا إنه عن زوجي، إنه على السريع أحكي لك إنه زوجي بأي مشكلة بأي شغلة بضل مثلا يرمي يمين الطلاق، وهو كتير عصبي وكتير الخيانات يعني أنا صار لي 14 سنة ومش راضي أتركه لسبب إنه بحبه وبحب بيتي بحب أولادي. ربنا يبارك فيك. ومديش أرتمي عند أبوي عند أمي عند إخواني مع إنهم قادرين يصرفوا علي وأولادي، بس أنا مش حابة أترك بيتي. بارك الله فيك يا بنتي. نعم. وهو دائما بيقول لي أنت بتذلي حالك إلي وأنت يعني بتشتمي بألفاظ غير كويسة يعني زي لا يعني زي يعني كأنه مومس أو عاهرة أو لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يعني كثير هذه ألفاظ هذه ألفاظه يعني للأسف. نعم. هاي ألفاظه. نعم. قدام أولادي يعني أنا عندي 3 أطفال منه. نعم. ومش راضية يعني. أين أهله يا منى؟ أين أهله يا بنتي؟ فين أهله؟ أمه وأبوه ماتوا جديد، بس هو كمان كانوش يسمع كلامهم يعني. لا ولا ليس له كبير آخر، خال محترم، عم محترم. ما بيحترم حدا. ما بيحترم حدا. يا لطيف. وجيبك يا منى حاضر، ربنا يا بنتي يشرح صدرك ويهدولك. بارك الله فيك. بيان من السويد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. طيب وبركاته. اهلا وسهلا.
أنا امرأة مطلقة لي 8 سنوات وعندي 5 أولاد. الله يبارك. من أبو الأولاد وكان له بيوت وفلوس وانفصلنا. طيب. وهو لا ينفق على الأولاد ولا يريد أن يراهم والمشاكل عندي مع الأولاد لحد ما الله يقول إنه كافي. وسؤالي إنه هل اللي حق أنا والأولاد على هذا المال اللي هو عنده؟ طيب. هو يقيم معكم في السويد؟ هو يقيم في السويد وفي نفس المدينة. تمام. مزوج انه واحدة ثانية ولكن لا يريد ان يرى الاولاد ولا يريد ان ينفق عليهم. رحمة. وهو عنده مال انه ليس فقيرا. الاولاد اكبرهم عمره كم والاصغر كم؟ الاكبر عنده 23 سنة. والصغار هم توأم عمرهم 8 سنوات. طيب حاضر بيان اعطيك بيان ان شاء الله باذن الله. حاضر بارك الله فيك. نعود إلى الأسئلة سريعا لأن الأسئلة تكاثرت وما زلنا مع علاء في النرويج وقضية كيف نربي. طيب والله في سؤال هذا من أبو جراح من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أعد الاتصال مرة يا أبو جراح بارك الله فيك. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام وبركاته. كيف الصحة؟ أحبك في الله تعالى. حبك الله الذي أحببتني فيه بارك فيك يا رب. الله يرحم والدينا ووالديك يا رب. آمين آمين آمين. أبو جراح من أبو ظبي وياك يا طيب. يا مرحبا أبو جراح. يا مرحبا. أخبارك إن شاء الله. أكرمك الله دنيا أخرى إن شاء الله. نفعنا الله في علمك. يبارك فيك يا رب. يرضى عنك أبو جراح. بارك الله فيك. تفضل. هو مو سؤال مجرد نصايح. نعم. حسب مشاهداتي ومعرفتي. نعم. كثرة الطلاق في هذه الأيام بين. نعم. الرجل والمرأة. نعم. ومثل ما تفضلت حضرتك ما مضى على زواجهم. نعم. سنين عديدة. نعم. وما في صبر بين الزوج. نعم. والزوجة. نعم. 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 وبعدين الطلاق اللي يكثر بين خاصة الناس على مستوى تعليم عالي للأسف. نعم. نعم. هذا اللي صار حادث يعني شفت أنا وحاولنا نتدخل فالناس يعني رفضوا التدخلات. نعم. نعم. مصرين على هذه فيعني حكمة نصيحتك لهذول الناس وهل الزوجين. حاضر بارك الله فيك. وكثرت العيال على هذه المشاكل. حاضر بارك الله فيك. حاضر بارك الله فيك. جراح سوزان من السعودية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. الله يرضى عنك يا بنتي. أهلا وسهلا. الله يخليك شيخنا. أدعي لي بالله أنا أتابع البرنامج. أدعي ربنا يرزقني بالذرية الصالحة. يا بنتي ربنا يرزقك بذرية صالحة تنفع الإسلام والمسلمين ويكونوا قرة عين يا رب بإذن الله. بارك الله فيك. شكر الله لك يا سوزان. أم راشد من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. كيف حالك دكتور؟ الله يرضى عليك يا بنتي يكرمك يا رب. أخبارك. بارك الله فيك. تفضل. دكتور بغيت أسأل يعني أنا كيف أقدر أربي طفلي أو أنشأه في بيئة يعني مبشر فيها عنف يعني مش عنف أسري بس إنه ما أريد أعرضه مثلا للضرب أو مثل هالأشياء في بيئة هو يشوف هالشيء موجود. نعم. كم عمره؟ كم عمره أم راشد؟ هو صغير يعني توه سنة ما كمل سنة. ما شاء أنا الله. أفكر في كذا. طيب. حاضر حاضر حاضر. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. طيب أم علاء من أم القوين. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شيخ بدي أسألك عن إنه بالنسبة للتلفزيون والبلاي ستيشن وهي الشغلات كلها اللي هلأ بزماننا إنه كيف نحمي أولادنا منه؟ نعم. طيب حاضر. طيب بارك الله فيك. أيوة معلى. شكر الله لك. نعود مرة أخرى إلى الإجابات. ما شاء الله المتصلين اليوم يعني عاملين همة يعني وهذا أيضا من باب الرفق. رهف من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أهلا وسهلا. أعطيك العافية دكتور. بارك الله فيك يا بنت. الله يرضى عنك. في الله والله. بارك الله فيك يا بنت. تفضل. دكتور بدي أسألك هل إحنا يعني كشباب أو كفتيات لسه مقبلين على هذا الإشي فيعني كيف بدنا نعد أنفسنا إحنا قبل ما نربي أطفالنا على اللي هي يعني رفع راية الأمة أو النصر أو ما شاء الله يا بنت. نعم. نكون يعني نربي فيهم الرفق كيف إحنا نعد أنفسنا قبل. بارك الله فيك يا رب. شكر الله لك سؤالك. طيب ما شاء الله. شكرا. أجيب إن شاء الله. نعود إلى النرويج مرة أخرى وعلاء وقلنا أو نقول أن نحن يا علاء غير مكلفين
بقتل الميكروبات والجراثيم المحيطة بنا. نحن مكلفين بتقوية جهاز المناعة الإيماني عند أبنائنا وعندنا، المال الحلال مع الدعاء الخالص، مع يعني الرفق في البيت، مع يعني الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى ومحبة الخير. إن شاء الله ربنا يغرس في أولادك حب الإسلام ويطلعهم عناصر جيدة بإذن الله رب العالمين في النرويج وفي اسكندنافيا وفي أوروبا كلها، ولا تخف عليهم إن شاء الله، ولن يلجئوك أبدا إلى أن يضطروك لهذه القوانين التي تقلص من حقوق الأب وحقوق الأم. يعني الأخ رنا من أم القوين، الأخت من هولندا كانت تقول أنها تزوجت وأعطته بيتها ومالها وكانت لا تريد إلا السترة والحلال، ولكن هو يستغلها استغلال طلع زوج انتهازي وانتهازيته يعني واضحة المعالم، فأثرت أن تبقي على حياتها وتجعله يترك البيت، طالما أن صبرك لم يعد يحتمل هذه الانتهازية وهذه الفوضى وعدم تحمل المسؤولية من هذا الزوج الانتهازي، فهذا العمل الذي عملته صحيح، واطلبي الانفصال، وإن يتفرق يغني الله كل من سعد، طالما أنك لا تستطيعين إصلاحه ألا يستطيع من حوله أن يصلحوه. الأخت أم عمر يعني لها لوم شديد على المخرجين العرب الذين يأتون لنا بأفلام أخطر من الأفلام الأجنبية ويقولون هذا والله هو الواقع الذين لا، الواقع ليس هذا واقعنا، واقعنا هو واقع الإسلام، واقع القيم، المبادئ. نحن بيئة عربية مسلمة بفضل الله تعلي شأن القيم، تعلي شأن معرفة الحلال والحرام، تعلي شأن الولاء والبراء. ما أحد يتمنى أبدا أن يكون والده سبحان الله لص أو عنيف أو مرتشي أو منحرف أو إلى آخره، فإن النفوس يعني تحب أن تكون نفوسا لوامة ثم تصير نفوسا مطمئنة إن شاء الله، فإن شاء الله رب العالمين. فأنا أدعو مع ابنتنا أبناءنا من المفتنين في شتى أنواع السينما والمسرح والتلفزيون والمسلسلات وغيرها أن يتقوا الله في أبنائنا، وإلا هنتعلق في رقابهم يوم القيامة. منى من الشارقة أن زوجها أي مشكلة، عنده عصبية شديدة وكثير الطلاق وكثير وكثير الخيانات للأسف، رغم أنها تحبه ولكن هو يعني عنده الإسقاط وهو يلقي ما عنده من سوء إلى على زوجته. فأنا أقول يا بنيتي قال ربنا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأنا أدعوك وأدعو نفسي وكلنا إلى أن نتقي رب العباد عز وجل ونتقي ونصلح ما بيننا وبين ربنا، يصلح الله ما بيننا وبين الأطراف الأخرى، ونسأل الله الهداية له. بيان من السويد، مطلقة من 8 سنوات، عندها أولاد 5 تقريبا وهو لا ينفق عليهم. طيب أنا الحمد لله أن عندك يا بنتي ولد عنده 23 سنة، هذا يستطيع أن يكون رجلا يتحمل المسؤولية، طالما أن الأب سلبي بهذا الشكل وواجب على الأولاد أن يذهبوا للمطالبة بحقوقهم عند الأب. طبعا لهم حقوق وأنت لك حق الحضانة، كيف يعني أن واحد يعيش مع زوجة وينجب منها 5 ويلقيها هكذا وهو مسلم وتزوجها؟ للأسف لما عقد العاقد عليهم سواء المأذون أو الجهة التي عقدت قالت أزوجك على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأين الكتاب وأين السنة وأين يعني العرف والقيم والمبادئ التي استحل الزوج مسألة الزوجية بهذا الأمر؟ وإلا عقاب الله شديد يوم القيامة، ونسأل الله أن يعني ييسر لك. أبو جراح من أبو ظبي كان يريد نصيحة لهؤلاء الذين يرفضون تدخل الأطراف وهم بينهم مشاكل. يعني بالله عليك واحد وجد ناصح يريد أن ينصحه، وإنسانة وجدت ناصحة تريد أن تنصحها، لما نرفض تدخل الآخرين طالما أنهم نيتهم خير؟ وقال ربنا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أم راشد من العين تسأل كيف تربي يعني طفلها بعيد عن بيئة العنف التي يعني تؤذي الجميع وتؤلم الجميع. نحن أهم شيء يعني يخرج الولد يعني رفيق، تبدأ من
سبحان الله من وجود الولد والبنت جنين في رحم امه، لان الولد يهتز عصبيا وينزل عنده خبل وخلل نتيجة عنف الاب مع الام وعنف الام مع الاب. الولد يركز في ذاكرته، والبيت اللي فيه دائما قرآن يقرأ، هدوء، صلاة، ذكر، سبحان الله، يخرج الولد رفيقا هادئا. فدي من البداية. ثم لا يعني لا نؤثر على الأولاد سلبا بهذه الصوت المرتفع الذي يكون من الأب ويكون من الأم ويكون الأخ الأكبر. سبحان الله، لنخفض أصواتنا، لنهدأ، لنحاول أن نستجدب رحمة الله بالمال الحلال وكثرة الدعاء إن شاء الله رب العالمين. كيف نحمي أبناءنا؟ أم علام من الكويت تقول من التلفزيون ومن المحطات اللهو والبلاي ستيشن وغيرها، كيف نحمي أبناءنا؟ والله يعني أرى أن ترتيب وقت الولد وعمل يعني جدول واضح المعالم له، بحيث أن احنا إذا أردنا أن نشجعه أو أن نكافئه يجلس مع البلاي ستيشن مثلا لمدة نصف ساعة أو ساعة في الأسبوع، أما كل يوم 7 ساعات يعني هذا شيء يعني غير منطقي وغير مقبول، ويعمل خبل في عند الولد وخبل عند البنت. ابنتنا رهف من الأردن تقول نحن كفتيات كيف نعد أنفسنا لتربية جيل المستقبل، جيل الصحوة الذي نريد؟ يعني سؤال جميل وطيب. أولا أن لا نسيء الاختيار كما ساء بعض الأباء والأمهات من قبل، تختار هي ليس الوسيم القسيم، خير وبركة لما يكون وسيم قسيم خير وبركة، لكن أهم شيء من ترضون خلقه ودينه، مش قال شيكه وشياكته، لا، خلقه ودينه، مش قالوا ماله لا، خلقه. إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال يا علي ممن أزوج ابنتي؟ قال زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فإنه لن يظلمها. سبحان الله. وتنكح المرأة الطرف الآخر لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وليس معنى الدين أنها مجرد منقبة أو محجبة، لا لا لا، يعني تفهم ما هو الدين، يعني حقيقة الدين، الإحساس بالدين. لا، ليست عنصرية، ليست غيورة لدرجة المرض، ليست متعدية، ليست منانة، ولا بهذا المنطق تمن على زوجها أنها أنفقت عليه أو أن تشارك أنها شاركت براتبها كل طوال السنوات وهو أكل راتب. يعني هذا الخلل الحادث في البيوت نتيجة أن سوء الاختيار، هذا أمر. الأمر الثاني أن نتزوج لله، يعني لله لأن الله أمرنا، يعني هذا أمر شرعي لا رهبانية في الإسلام، فالزواج أمر من أمور الدين، ومن تزوج فقد عصم نفسه من الشيطان في ثلثي مساحة الشيطان. يعني لما الشاب يتزوج بيطيق المسافة على الشيطان في الثلث، يعني الشيطان يتحرك في الثلث فقط ويترك الثلثين. هو يتقي الله، من تزوج فقد أحصن نصف دينه، فليتقي الله في النصف الايه، في النصف الآخر. الأمر الذي يليه أن تصر الزوجة والعروس أو المتقدم أن يكون مال زوجها حلالا، يعني مش يستهين بمسألة الكسب ويستهين بمسألة الأخذ من هنا ومن هناك، لا، يجب أن يتقي رب العباد سبحانه وتعالى. ولعل قصة أبي حنيفة رضي الله عنه في قضية زواج أبيه بأمه قصة عجيبة، ربما لأن الوقت لا يسعفنا ربما أقصها في حلقة قادمة إن شاء الله إن ذكرت بإذن الله رب العالمين. أيضا أريد أن أقول أن الـ يعني دراسة تاريخ السلف الصالح وتاريخ الصحابيات الجليلات والتابعيات الفضليات والذين تركوا بصمة في 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 حياتنا بإنجاب العظماء في التاريخ، ندرس هذا ونقتدي بهم. ثم مسألة أن تتفرغ المرأة لما خلقها رب العباد له. المرأة ليست مهمتها متابعة زوجها في الصغير والكبير ووضعه تحت الميكروسكوب، لا، ليس. وليس الزوج وضعه في البيت أنه يعني يسخر من زوجته ويصغر من قيمتها ويقلل من شأنها ويسخر منها، هذه لا لا لا، هذا زوج صالح ولا تلك زوجة صالحة. ثم ركعتين في جوف الليل تهدئ الحال، والإقلال من مشاهدة التلفزيون والمسلسلات والأفلام يريح العين ويهدئ القلب ويريح العقل ويريح النفس ويرزقنا الهدوء والصفاء، وتستطيع الأسرة أن يجلس بعضها مع بعض ويتحاور بعضها مع بعض. أحبتي في الله، أدعو نفسي أولا ثم أدعوكم إلى أن يكون الرفق
هو عنوان بيوتنا، واتمنى ان تكتب على البيوت ليس كتابة يعني واقعية وانما يعني كتابة يعني حالية، هذه بيوت الرفق، وما اجمل الرفق. اللهم اجعلنا من اهله يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح الدعاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.